رح نشوف فيديو لما حكيت عن إمكانية يكون في حرب أهلية معطيات ومعلومات من أجل من أجل حرب أهلية في لبنان هل هولت بالحرب الأهلية لضرب انتفاضة 17 تشرين؟ أنا ما هولت والمعطيات اللي كانت موجودة وكل العالم شفتها والوعي المواطن اللي من جيلي انا ووعي رؤساء الاحزاب من كافه الطوائف، انا بعطيك المثل اللي حصل بين الشيخ وعين الرماني، شو كان صار؟ شو كان صار؟ لولا تدخل دوله رئيس مجلس النواب، لولا تدخل كافه الاحزاب، رؤساء كافه الاحزاب وقيادات الاحزاب، شو كان صار؟ لولا وعي بعض المواطنين اللي من جيلي انا اللي عاشوا بس مين اللي بيعمل الحرب الناس ولا حضرتك الناس عم تقول لو لو وعي رؤساء الاحزاب هو رؤساء الاحزاب اللي العالم لا بالحرب لا لا ما كانوا ميليشيات لا هؤلاء لا نانسي لا ابدا ابدا ما حدا بعد بده يقدر يحمل ما حملناه نحن بكفي بكفي امهات ميتين اولادها بكفي اولاد عاشوا ايتام ماتوا اهاليهم كان في اجهزه خارجيه انا واضح بكلامي كنت اجهزه خارجيه تعمل من اجل حرب اهليه لمصالح شو اللي وقفها؟ وقفها وقفت لانه وقفت الثوره لانه كل ما يكون في ناس عم تتحرك بدك تكون تهولوا عليهم بالحرب لا لا الأهلية. ما تتهميني انه انا وقفت الثوره مش ما بهول عليها لا في اصول لتوقيف الثوره بالعكس في اصول ما في يكذب على الناس وهول على كل المواطنين مشان وقف ثورة بالعكس أبدا مش هيك بس أنا كان عندي معطيات نعم أجهزة أمنية خارجية كان بدها تعمل حرب أهلية بلبنان طيب بالفيديو اللي هلأ رح نشوفه ناس بسياراتها نزلت بمسيرة سيارة سلمية أمام منزل أو مقر إقامة بالأحرى رئيس مجلس النواب في عين التينة كيف زوبهت زوبهت بعناصر أمن الرئيس بري ما عم نشوف كسروا السيارات على ناس سلميين طيب هيدا الفيديو عنيد شو عملتوا معهم؟ في عنصر من العناصر اللي كسر سيارات لا لا لشباب وصبايا نازلين يقولوا يعبروا عن رأيهم لا لا في عنصر توقف؟ لا إيه اه؟ خليني أقول لك بكل التفاصيل وفوق الطاولة أنا إنسان مثل ما بتعرفيني هيك بهيدا الموضوع بالذات أول شيء هيدي بعين تيني, بعين تيني. عين إلى كادر معين مثل رئاسة الجمهورية مثل رئاسة الحكومة هيدا رئاسة مجلس النواب مش هذا و... مش البرلمان هذا مقر إقامة مقر إقامة مين؟ طب وأنت الناس إيه؟ رئيس مجلس النواب بس لا لك هلا يعني الهدف تبعك إنه تم توقيف أو ما تم توقيف تواصلت مع دولة رئيس مجلس النواب وسلم كل المعتدين على المواطنين شو عملوا سملتوا فيهم سلم تسلموا قوى الامن الداخلي سلموا للقضاء و... طلعوا ثاني لا, لا مش مش طلعوا تم اكيد تم اخذ الاجراءات الامنيه فيهم اكيد عندك سلطه حضرتك تقول هلا انا بهيك تصرف كيف بدي اوصفه يعني اليوم عندك سلطه انا ضد طبيعي انا ضد اللي عملوه ب... عناصر مجلس طبيعي ضد دل... 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 طبيعي انه عم بحكيكي كوزير داخليه طبيعي ضد دل... الاعتداء على اي مواطن اذا كان سلمي اكيد ضد طيب ذات الوقت نحن لما تنزل الناس تتظاهر تحديدا بوسط بيروت وشفنا المشاهد يعني بين في ناس خسرت عيونها في ناس بجسدها خسرت جسدها وفي عنصر كمان مثل ما عم نشوف هذا العنصر هو عنصر امن محسوب على حرس مجلس النواب من ضمن عندك من من ضمن ما بعرف اذا محسوبين عليك لا لا مش مجلس. محسوبين على قوى الامن الداخلي على محسوبين؟ الجيش بقول مش محسوبين علي هن عم يقولوا على قوى الامن الداخلي طيب مين هن ميليشيات؟ مجلس النواب؟ لا 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 دوله ضمن الدوله؟ لا شو هالحكي؟ رئيس مجلس النواب دوله ضمن الدوله؟ الحرس هن شو؟ الحرس تابعين لمجلس النواب شو يعني مجلس النواب؟ مثل ما في حرس حكومي مثل حرس حكومي مش تابعين لكم؟ بس تبع مجلس النواب مش تابعين لنا، مش تبعين لقوى الامن الداخلي تحديدا لمين؟ ابدا في عنده قوى من الجيش، في عنده قوى من قوى الامن الداخلي وفي قوى لمجلس النواب تتبع لمجلس النواب بيلبسوا بدلاتكم بيلبسوا بدلات، ايه بيلبسوا بدلات بترقيهم حضرتك؟ لا 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 ما مين قوى. الرئيس بري؟ مش الرئيس بري، ست نانسي في مؤسسه يعني المجلس النيابي هو مؤسسه قائمه اساسيه تشريعيه مين يعني بيجتمع مجلس النواب ما بيجتمع و... مجلس النواب في عنده هيكليه معينه مجلس النواب لهيدا الموضوع طيب بس حضرتك عم تقول لي حرس الحكومه كلنا بنعرف تابعين لي مباشره لقوى الامن الداخلي الحرس الجمهوري لواء من ضمن الجيش اللبناني حرس مجلس النواب لمين يتبعون يتبعون الى المجلس النيابي لرئيسه من 30 سنة لليوم هو ما رئيس خص دي. إن شاء الله يكون من 200 سنة وإن شاء الله يكون من خمس سنين هيدا, هيدا صح؟, موضوع. صح؟ هيدا صح؟ صح؟, صح, صح او مصح؟ صح مين عم ينتخبه؟ مين عم ينتخب دولة رئيس مجلس النواب؟ بس أنا مش شو النواب؟ أنا لا بس أنا ما في يلبس عناصر أمن أنا أتعاطى معهم على خليني... أساس ابن دولة وتقول لي خليني... أنا ما بقدر رقيهم خليني... ما بقدر أعمل شيء خليني جاوبك أول شيء مين بينتخب رئيس مجلس النواب؟ مم. النواب مين بينتخب النواب؟ الشعب بس الشعب ما بيعرف انه حرس مجلس النواب اللي لابس بدله انا عم اقول لك هلا انه حرس مجلس النواب يتبع لمجلس النواب هناك قوى من قوى الامن الداخلي وهناك قوى من الجيش ايضا تتبع لمجلس النواب اداريا يعني كل جهاز يتبع للمؤسسه تبعه مجلس النواب شرطه مجلس النواب تتبع لمجلس النواب يعني حتى العناصر ما عندكم تسلطوا عليها ما في اليوم يجي عميد مثلا اعلى رتبه من قوى الامن الداخلي يكون موجود بالمكان ما بيقدر يمنعهم او يوقفهم او يامرهم مزبوط يعني حسب حسب التجربه اللي حصلت آه تم التعاطي معهم و... ولبوا اغلب مم. يعني انه وقت دخلت قوى الامن الداخلي ل... على على الاشكال اللي حصل مم. بين المواطنين وبين آه حرس المجلس شر... آه شرطه, شرطة مجلس النواب تم ضبط مم. من ضباط قوى الامن الداخلي تم ضبط شركه مجلس النواب من ضباط قوى الامن الداخلي مش بالمونه بالنهايه هيدا ضابط يمثل الدوله وهو اللي كمان يمثلون لا يعني يمثلون مجلس النواب بس بتقدر اذا ما بدك تحكي مع الرئيس بري على التليفون مثل ما بتأخذ أم... بتأخذ قرار باي ضابط مخالف ما, اللي... ما بتقدر تعملها اكيد لا بس انا اللي تعدوا على المواطنين دوله رئيس مجلس النواب آ... شدد على تسليمنا كافة المخل... الذين اعتدوا واعتدي عليهم كمان في مدنيين بس كان يعني في يقول لكم ما بدي استلمون وما فيكم تعملوا بس قالنا لا استلمون وهو اصر انه طيب أبداً بس انا ده... اليوم كمواطن خسر ايه؟ عينه مثلا بهي دولة الاحداث اللي صاروا او اصيب وفي ناس اصيبوا بعاهات دائمه وباصابات دائمه اليوم هيدا المواطن من وين بياخذ حقه؟ فوق انهم اصيبوا كل يوم بيبعتوا وراهم على المحكمه، بتعرف حضرتك كل متظاهر كل يوم بينبعث وراء المحكمة بوقت اللي عامل هيك بهيدا الشاب بهي الصورة ما في حدا يحاسبه، ما فيك يعني حضرتك تحاسبه أنا, انا ما في الجا لك لتحاسبه انا لا أقول لك شغلة، أول شيء بتأسف على اللي حصل دون شك، هيدا خطأ حصل م. كمان في خطأ من قبل المدنيين حصل بحق عناصر قوى الأمن الداخلي، أنا كمان ما في أنسى عناصر من قوى الأمن الداخلي أكيد. ومن ومن القوى الأمنية ومن الجيش أيضاً انه كمان اصيبوا بهيك واصيبوا بعاهات ايضا بالاضافه لشهيد دفعوه دفشوه بالاسانسور لا لا مضبوط اكيد بالـ اكيد بالـ هذا مدان بوجه و... النهار حتى الناس قالت بوقتها انه هني عم يروحوا عم يتحقق معهم عم بيخضعوا للمحاسبه 100% وعناصر قوى الامن الداخلي كمان خضعت لتحقيق وخضعت لعقوبات الذي يعني ثبت التحقيق انه على خطا وعلى قصد استعمل آه الرصاص المطاط فوق ال 50 سم كمان عوقب هلا لهم للناس اليوم اللي م. عم تسمعك اذا رايحين نحن ربما على مجددا انتفاضه اجتماعيه نتيجه الاوضاع ما رح تتكرر هالمشاهد أنا وما رح تتكرر انتم كقوة امن داخلي اقله ما رح تطلقوا النار مباشره او الرصاص المطاطي من مسافه كثير قريبه على الناس لا لك شغله بكل موضوعية كل متظاهر سلمي أنا معه كل متظاهر سلمي ينادي باللي عم نشوفه لحتى نشيل هالزل على اللبنانيين أنا معه كل متظاهر بده يعتدي على المتظاهر السلمي وعلى الأملاك الخاصة وعلى الأملاك العامة وعلى العناصر الأمنية سيتم صده بس من ضمن أسئلة الناس مباشرة هلا عم بيسألوا إذا هن ما من قوى أمن ليه بيتطببوا عن شرطة المجلس على حساب قوى الأمن مش مزبوط. وبيتدربوا مش مع قوى زي... الأمن لا لا مش مظبوط ما في لزوم نكفي الحديث اه مش مظبوط ما مزبوط. بيتدربوا ولا بيتطببوا على بيطببوا على حساب مجلس النواب ما بيتطببوا على حساب المدير العام لقوة الأمن الداخلي اوكي